مرحبا يا حلوين، كيف حالكم اليوم؟ إن شاء الله تكونوا مبسوطين وبخير. أنا اسمي لمن عامني، معلمة موسيقى، بعلم أولاد وبنات روضة والبستان. نعمل فعاليات، نستعمل آلات موسيقية، نسمع أنواع موسيقى مختلفة. اليوم أنا مجهزة فعالية حلوة كثير. فعاليتنا رح تكون متنوعة، رح يكون عنا آلات موجودة بالبيت رح نستخدمها مع الموسيقى اللي رح أسمعكم إياها. أول إشي بدي أبلش فيه موسيقى حلوة كثير، مشهورة كثير، اسمها ميسر ريم، مأخوذة من مسرحية ميسر ريم للمغنية فيروز، وهي مغنية كثير مشهورة كلياتنا بنعرفها، وأكيد أنتوا سامعينها بالصف مع معلمتكو. أنا اليوم رح أسمعها معكو، أعمل حركات عليها، بدي أياكو كلياتكو تعملوا الحركات معي. موسيقى جديدة رح نسمعها مع بعض، موسيقى إيقاعية. أنا رح أعمل حركات عليها، رح نستخدم زقفة وحركات مختلفة، بدياكو تعملوا معي أول مرة فقط حركات من دون إضافة أي إشي، ومن بعدها رح نضيف آلات موسيقية وغيرهن. نسمعها مع بعض. Thank you.
ممتاز، كثير حلوين. لحديت هنا احنا سمعنا الموسيقى الافتتاحية للمغنية فيروز، موسيقى مشهورة كثير. انتقلنا من بعدها لموسيقى ايقاعية سمعناها مع بعض وعملنا الحركات عليها، وإسا رح نسمعها اخرى مرة، بس هاي المرة بدي تركيزنا كلياته يكون بس على الزقفة. مع بعض نسمع الموسيقى. كثير. احنا هيك سمعنا وركزنا على الايقاع بالاغنية، وإسا رح اضيف اشي كثير صغير وكثير حلو رح يعطي حركة حلوة للموسيقى. انا بدي اطلب منكم تجيبوا او عصاي او مكنسي او اي اشي عندكم موجود بالبيت رح نستخدمه للخبطة مع الايقاع. انا رح استعمل عصاي لمكنسي، رح استخدم هاي العصاي الثانية صغيرة معها لخبطة الإيقاع محل الزقفة. مع بعض كثير. إسا آخر إشي ظل عنا بعد ما إحنا سمعنا موسيقى الافتتاحية سمعنا موسيقى إيقاعية، آخر إشي رح نعمله لعبة صغيرة رح نلعبها مع بعض. كلياتكم بتعرفوا لعبة تحرك وجماد. أنا معي أغنية بلغة مختلفة عن اللغة اللي إحنا بنحكيها باللغة الإنجليزية، رح نسمعها مع بعض وفيها كلمتين مختلفات عن بعض. أول كلمة فريز واللي معناها جماد ولا حركة، منوقف محلنا وممنوع نتحرك. ثاني كلمة دانس بتقولنا نرقص نعمل الحركات اللي منحبها مع الموسيقى. بدي أشوف مين فيكو رح يكون شاطر ويعرف يلعب هاي اللعبة معي. نسمع الموسيقى. Let's play the party freeze game. Now remember.
كثير كثير انبسطت أنا بهاي اللعبة. إحنا اليوم تعلمنا موسيقى لفيروز، سمعناها مع بعض، عملنا عليها حركات، من بعدها انتقلنا لموسيقى إيقاعية، استعملنا معها آلات موجودة بالبيت، أشياء بسيطة نقدر نستعملهن مع أي موسيقى إحنا منحبها، وآخر إشي كان عنا لعبة كثير حلوة، تحرك وجماد. بتمنى تكونوا انبسطتوا معي اليوم، وإستا لازم أحكي لكم إلى اللقاء.